السادات والسادة، أهلا وسهلا بكم مع موجز لأهم وآخر الأنباء. انطلاق منتدى شباب العالم اليوم، والصحة تعلق على ظهور دلتا كرون. الصحة تعلق على ظهور متحول جديد يجمع بين خصائص دلتا وأوميكرون. وزير الداخلية يطمئن على محاور خطة تأمين منتدى شباب العالم. قبل ساعات من انطلاقه، وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن منتدى شباب العالم، وبعد الانطلاق إشادة بالمحفل العالمي. بيان كورونا اليوم، الصحة تعلن تسجيل 912 إصابة جديدة و26 من الوفيات. محافظ جنوب سيناء تكريم عمال النظافة بشرم الشيخ بعد منتدى شباب العالم. فودة منع استخدام البنزين والسولار بشرم الشيخ بتوجيهات رئاسية. وإلى الصين، حيث انهار جزء من سور الصين العظيم. زلزال يضرب اليابان. وعلى صعيد الأخبار الرياضية، تستعد بعثة النادي الأهلي للسفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022، وكهربا آخر الضحايا للقميص رقم 7 إذا أصابته اللعنة بقرار بيعه إلى تركيا مؤخرا. عامر حسين يكشف نظام كأس الرابطة الموسم المقبل ويعلن موعد انتهاء الدوري المصري. عماد متعب، في ناس كل همها توقع بين وبين الأهلي، الموضوع صعب. كتب يوسف الشريف عن إصابة زوجته إنجي علاء، زوجته بفيروس كورونا. وفاة المخرج العالمي ديك كارسون عن عمر 92 عاما، وكذلك العديد من الإعلاميين على اختلافهم. ضربة موجعة لأربعة من أباطرة المزاج في الإسكندرية حين ألقت الشرطة القبض على مروج المخدرات في المحروسة. ضبط عدد كبير من مخالف ارتداء الكمامات خلال 48 ساعة. تابعونا لأخبار مستمرة على رأس الساعة.